وما يحدث للمسجد الأقصى وللقدس الشريف، بل ما يحدث لفلسطين كلها من احتلال العدو الصهيوني الغاشم، إنما هو دليل على ضعف هذه الأمة. فقبل أن ندين هذا الاعتراف السافر بالقدس عاصمة لما يسمى بالكيان الصهيوني، فإن علينا أن نرجع إلى أنفسنا وأن نعلم أن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلولا ضعفنا ما تجرى علينا هؤلاء الحثالات الذين تجمعوا من أصقاع الأرض ليدنسوا حرمات هذه الأمة وينتهكوا مقدساتها ويحتلوا أراضيها.